السلام عليكم. دلوقتي انا هبدأ ارسم ضغط اهوت. بيقول لي اختار الويث والدبس واللينس بتاعك، فبقول له اوكي اهوت. طيب هبدأ بعد كده، عايز احط سبلاي جريل، فابدأ اختار سبلاي جريل من الاند اوف لاين اكيوبمنت. بعد الويث والدبس والهاي والاوبشن هنا، ببدأ احدد التايب بتاعي ترانسفير لو فور ذا يوزر سبلاي. اقول اوكي تمام. طيب عايز ابدا احط تفريعه من هنا، ولكن تفريعه دائريه، فهقول له انا عايز مخرج تيك اوف. اختار المقاس اللي انا عايزه، اوكي. اقول له مثلا حطها لي هنا، اوكي تمام. عايز اوصل بين ده ودوت، فهاجي هنا واقول له انا عايز ديت اللي هي فيلوز فليكسبل، اختار ديت. وبعد كده هبدأ اختار المخرج بتاعي، فهو بيقول لي حدد النقط تمام، النقط اللي هو ممكن يمشي فيها المسار بتاعه. فادوس انتر، هيبدأ هو يحولها لي الفليكسبل. او ممكن اقول له انا عايز انا احدد من هنا مثلا هنا، نحدد مثلا نقطة هنا ونقطة هنا وانتر، هيبدأ يمشي في المسار دوت. ممكن تحدد اللوحة كلها وهو يبدأ يمشي هو في المسار بتاع الفليكسابل اللي هيبقى بين المخرج بتاع الهواء وبين الضغط.